حساب المهارة هذا كراس المفروض ترسلون لنا بعد شهر من اليوم، يعني 20/3 رفعوا النحو الواحد كراس، 20/4 رفعوا النحو مرة ثانية كراس، 20/5 رفعوا النحو ذيل كراس، 3 أشهر تمام، وقت الظهور الكراس 20 ساعة، وهذا دليل الصبر والإثبات حتى فعلا الواحد هي هو راك فلان مجنون لك يجي لك العمل عملك هو يتحدث عنك عملك يتحدث عنك اهم شيء تكون ومثابرة ولا تياس شفت هل المدرب حقكم ما قاعد المدرب بهذا الشكل وقاعد ورشه كذا يخطأ هذا يدفع من السلاح في أيديهم من الضغط والدقة المصدومة.